والآن بعد أن قرأنا وترجمنا هذه القطعة عن إسبانيا لنحل معنا الجدول. Facts about Spain، حقائق عن إسبانيا. Population، السكان. Number one، population nearly 47 million. كما قرأنا في القطعة سابقا أن السكان حوالي 47 مليون. Agriculture، الزراعة. Rice, fruit and vegetable، الأرز والفواكه والخضروات. Industry، الصناعة. Cars، سيارات. Ships، سفن. Clothes، ملابس. Shoes، أحذية. Tourism، والسياحة. Weather، الطقس. Spring and autumn، warm and dry، في الخريف والربيع هو جاف ودافئ. Summer، hot، في الصيف حار. Winter، cold and snowy، في الشتاء بارد ومثلج. و place to visit، الأماكن للزيارة هي old building، museums و beaches، mountains و things to do، أشياء للقيام بها هي swimming، eating، skiing. والآن إلى الصفحة 67. Story time، كل شخص. Story time، كل شخص يكتب ما يراه مناسب. و extra activities، أي find the odd one out، circle the word. هذه الصيغة من السؤال find the odd one، أي جد الشيء الغريب. هنا نرى أن الكتاب يعطينا مجموعة من الأشياء متشابهة، كأن تكون جميعها نوع من أنواع الطعام، أو جميعها أسماء لبلدان، أو شيء من هذا القبيل، ونجد كلمة واحدة يختلف موضوعها عن البقية. فهنا number one، أولا Germany، India، France، Scotland. India هي the old one. Number two، pepper، oil، cotton، vegetables، المختلف هو oil. Rocket، car، rubber، plane، المختلف هو rubber. Volcano، fort، temple، shed، المختلف هو volcano. الاختلافات هنا، لماذا اخترنا إنديا الهند؟ لأن الهند هي الوحيدة في قارة آسيا، باقي البلدان هي في أوروبا. النفط هنا الوحيد هو الصناعي، وهنا نبات. النقطة الثالثة، جميع الأشياء هنا، الصاروخ والسيارة والطائرة هي صناعة، ما عدا ربر المطاط هو زراعي طبيعي. فولكينو هو الشيء الوحيد الطبيعي، وفورد تمبل شيد هو صناعة. وهنا موضح أكثر، India it is in Asia، الهند هي في آسيا. The other countries are in Europe. Oil it does not grow، لا تنمو، النفط لا ينمو، أي ليس زراعي. Rubber it is not a form of transport، ليست هي واسطة للنقل. Volcano the other are buildings، البقية هي مباني. C، الصفحة 67. Write past participle of the verbs in the word tree، اكتب التصريف الثالث للفعل. Swept eat eaten take taken ride ridden lose lost write written hear heard see seen. و have you ever been to this country، البلد هو باكستان، المؤشر هنا، هل ذهبت أبدا إلى باكستان؟ صفحة 68 من unit 5، write Hiba's question، اكتب أسئلة هبة. Look at Jasim's answers، انظر إلى أجوبة جاسم. And use the words in brackets، استخدم الكلمات ما بين الأقواس. Jasim is writing a letter، جاسم يكتب رسالة.
هبة هو فراغ you write جاسم I'm writing to my friend in London السؤال هو who وما بين الأقواس you write فنقول who are you writing to إلى من تكتب هبة what فراغ you write والإجابة I'm writing about the elephant in the zoo فإذا هنا يتحدث عن شيء فwhat are you writing about هبة where فراغ elephants come وجاسم يجيب elephants they come from Africa and India فإذا هي تسأل عن elephant فيكون السؤال where do elephants come from من أين تأتي الفيلة والإجابة from Africa and India من الهند وأفريقيا Write two short paragraphs about Iraq هنا حسب الطالب ولكننا اتفقنا أننا نكتب الparagraphين أولا الparagraph الأول عن المساحة وعدد السكان والصناعات المشهورة والزراعات المشهورة والparagraph الثاني يكون عن الأماكن التي نريد أن نزورها وعن الأشياء التي نحب أن نراها شكرا لكم للمتابعة انتظرونا في الدرس القادم بإذنه تعالى